لكن على ما يبدو هذه السنة أن الانتخابات بدأت مبكرا، يعني التحضير للانتخابات بدأ مبكرا، ما هو سبب هذا التوقيت؟ يعني نعم. ماذا ما من السنة؟ السبب كاملة. واضح جدا، الوضع الاقتصادي السيء والمرشح ليكون أسوأ على المستوى الدولي والمستوى العالمي. يعني المعارضة تريد أن تعكس الاقتصاد العالمي الدولي ومساوئه على حزب العدالة، بما أن الوضع بعد أوكرانيا صار باتجاه الغلاء الفاحش، باتجاه المشكلات الاقتصادية الكبيرة، باتجاه التضخم في أوروبا ودول أخرى وكثير من الدول وبينها تركيا. تسعى أحزاب المعارضة إلى إظهار أن هذه المشكلة العالمية هي مشكلة تخص تركيا، بهدف تحريض الناخب التركي على حزب العدالة وعلى حليفه القومي، وهم نسبيا نجحوا في هذا الجانب بسبب طبيعة المجتمع المنغلق في تركيا. يعني المجتمع في تركيا منغلق على الأخبار الداخلية، لا يهتم كثيرا بالأوساط الخارجية، لا يهتم كثيرا بما خارج تركيا، لكن في على المستوى الداخلي الجميع يتوقع أن الأسباب التي تحصل حاليا من المشكلات الاقتصادية وغير المشكلات الاقتصادية ناتجة عن سوء الإدارة، ناتجة عن سوء التخطيط، ناتجة عن أخطاء اقتصادية سابقة خارجة على أصول الاقتصاد. يعني تم المراهنة على معالجة غير اقتصادية للمشاكل الاقتصادية، ولهذا تسعى الأحزاب المعارضة حاليا إلى استثمار هذا التوقيت بهدف جذب هؤلاء الساخطين على حزب العدالة لأسباب اقتصادية لعدم انتخاب حزب العدالة خلال المرحلة القادمة. طيب هذه الشماعة نفسها كانت يعني في انتخابات المرحلة الماضية، أو كانت عندما تم الاستفتاء على الدستور أو على يعني الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، هناك أيضا أمور اقتصادية، موضوع اللاجئين، ملف اللاجئين، يعني على ماذا يراهن اليوم المعارضة قبل أن أبدأ بموضوع يعني من ترشح المعارضة ومن هو الشخص الذي يعني سيتقدم المعارضة ضد أردوغان؟ على ماذا تراهن المعارضة اليوم؟ لا تراهن المعارضة على إجراءات عملية، هذا متفقين عليه تماما، لأنهم لا يمتلكون إجراءات عملية. ألا يدرك الناخب هذا الكلام؟ نعم يدرك هذا الناخب، لأن البلديات على وضع سيطرة المعارضة على البلديات أعطى تجربة سيئة ما فيما عدا أنقرة. يعني ما عدا أنقرة معظم البلديات فشلت، وخاصة إسطنبول فشلت المعارضة في إدارتها حسب الوعود التي قدمتها، يعني لم يلتزموا بأي وعد من الوعود التي قدموها، لذلك لم يستطيعوا استقطاب المترددين. حاليا المترددون ساخطون على المعارضة لأسباب بلدية، يعني على البلديات هناك اتفاق بين معظم الناخبين أن بلديات حزب العدالة رغم سيئاتها أفضل من أحزاب المعارضة، إدارتها للبلديات أفضل. يبقى لدى المعارضة حاليا المراهنة على الناخب الكردي أو المراهنة على التحالفات الأخرى من الأحزاب الصغيرة. وكنا نعيش يعني مرحلة 2014. نعم تماما نعيش مرحلة 2014، لذلك نفس هذا الرهان أيضا هو رهان حزب العدالة، يعني حزب العدالة أيضا يراهن على هذا الجانب. من يستطيع امتلاك الأوراق الأقوى؟ حسب المعطيات الحالية يمتلك حزب العدالة إعطاء أوراق أفضل من الباقين للفئات المترددة وللأكراد ولباقي الأحزاب الصغيرة.